وهكذا أتعلم كثيراً، بينما في مدرستي أيضاً أقرأ قليلاً. وفي القصص تربية للأطفال الصغار التي تعلمهم كيف يكونون عندما يكبرون. الكتب التي قرأتها ومنها الأمير والكتاب والفواز والأمير والنمر الأبيض، وكذلك كنزي، المسير في اختفاء كنزي. أنا تنصح التلاميذ أنهم يشبروا ويبداوا شوية شوية في حصة حمزة، يعني كل نهار يخصوا واخا 5 دقائق، كل نهار يقراوا غير صفحة ولا شحال حايدة. وكنشكر الأستاذ ياسين والأساتذة، جميع الأساتذة. السلام عليكم. أريد بس الشكر لجميع الأساتذة الكرام أولا. السلام عليكم. حاليا احنا في واحد اللقاء اللي هو كيضم واحد الفكرة اللي هي متغيرة جدا، وأول مرة كنظن أني نشاهدها في هذا المجتمع، واللي هي فكرة عن القراءة. القراءة منتشرة في المجتمع ديالنا، إلا أنها ليست بكثرة، فخصنا الأشخاص اللي هما يشجعونا على هذه القراءة هذه. والأساتذة ديالنا قاموا بهذه المبادرة هذه اللي شملت تلاميذ من مؤسسات أخرى، اللي تكلمنا على القراءة، كيفاش نقراو، شنو هما الكتب اللي نختاروهم، وكيفاش نضمنوا الوقت ديالنا، وبزاف ديال الحاجات هذه. فهذه الحلقة هذه بالضبط تكلمنا على فلسفة القراءة. من جات كلمة القراءة؟ أول حاجة ذكرت في القرآن ديالنا واللي هي كلمة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وحنا بالضبط درسنا اقرأ الثانية، اقرأ وربك اقرأ وربك الأعلى الذي طغت. ما نقول لك علم بالقلم. وبالضبط حنا درسنا اقرأ الثانية اللي كتقول اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني أنه القراءة فيها كرم الله سبحانه وتعالى. حنا ملي كنكونوا كنقرأوا القرآن كنكونوا كناخذوا حسنات، في كل كلمة 10 حسنات والله يضاعفها لمن يشاء. وربك الأعلى يعني أن الله سبحانه وتعالى أعلى، اللي كينزل عليه هذا الكرم وحنا اللي كنقراو. والقلم اللي هو كيساهم في القراءة، كل ما انت قريتي أكثر كل ما قدرتي أنك تستخدم ذاك القلم أكثر وتكتب به وتعبر. وأنا كمستفيدة من هذا اللقاء هذا ومحبة للقراءة أيضا، من شاءت في أسرة اللي هي كتكلم على القراءة بزاف أو لأنها كتقرأ، إلا أنني مع ذلك من شاءت كنحب القراءة من خلال الأشخاص اللي ما كنشوفهم كيقراو، من خلال البرامج اللي أنا كنتبعها وكتكلم على القراءة. وحاليا كل شهر عندي مقروء ومقروءين، سلسلة مقروءات. والحاجة اللي حاليا هي متواجدة في المجتمع ديالنا هي البي دي اف أو الكتب اللي متواجدة في الهواتف ديالنا. هذه مكلتنا بزاف أننا نسهل عملية القراءة، ماشي بضروري أنك تخرج تشري واحد الكتاب اللي تنفق فيه واحد ثمن غالي، بالعكس بإمكانك أنك فقط تقراه من التليفون بدون ما تخسر أي حاجة. ولكن من الأحسن أنا ملي كنكون خارجة مثلا وعندي واحد الوقت اللي هو ممنوع نخرج فيه مثلا التليفون بحال المؤسسة، أنا كركب في النقل، عندي تقريبا مدة 15 دقيقة وأنا في هذا النقل هذا، بإمكاني أنني نشبر واحد الكتاب ونقرأ خلال هذه المدة هذه، كنكون استافدت وكذلك نشرت هذه الفكرة في المحيط ديال النقل هذا. يعني كل ما أنا قرأت أكثر كل ما تثقفت أكثر، وكذلك كل ما سمعت أكثر كل ما تثقفت أكثر. بإمكانك ما تقرأش فقط في الكتاب ولكن تقرأ في المجتمع. وهذه من بين النصائح اللي ما قدموها الاساتذه. وكذلك اذا كنت باغي تبدا القراءه وانت ما كتقراش، ماشي بضروري تبدا بجوج ساعات وثلاثه وخمسه ساعات في النهار على القراءه ولا 12 ساعه، بالعكس تبدا بدقيقه جوج ثلاثه، كل نهار انت غتطور هذا الشيء هذا. وصافي شكرا. صافي نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ياسين بن علوش، رئيس جمعية شعاع الأصيل. المبادرة اليوم أو الورش الذي أعطينا اليوم انطلاقته بعنوان قراءة في كتاب، مع الورشة الأولى تحت عنوان
فلسفة القراءة. طبيعة الحال هذا الورش الذي نبتغي منه أن يكون دفعة إلى الأمام فيما يتعلق بالقراءة، بما يتعلق بنشر ثقافة القراءة. هذا الورش الذي ابتدأناه اليوم بحضور مجموعة من المؤسسات للتعليم الخاص والتعليم العام، وكذلك بعض الجمعيات المهتمة بهذا الميدان، من بينها جمعية الفضاء التواصلي وكذلك جمعية شعاع الأصيل الذي نتشرف برئاستها. الغاية من هذا المشروع كما قلت هو نشر ثقافة القراءة. ورشتنا اليوم انطلقت وتستمر باستمرار هذا المشروع الذي قلنا على أنه مشروع يهدف إلى نشر ثقافة القراءة وثقافة الكتابة من خلال مجموعة من الورشات. نتمنى أن تنخرط مجموعة من الجمعيات وكذلك بعض المؤسسات التعليمية، لأن التلميذ اليوم داخل المؤسسة سواء العامة أو الخاصة يعاني بشكل كبير فيما يتعلق بالكتابة، فيما يتعلق بالقراءة. هناك عزوف من جانب أو من طرف التلاميذ عن القراءة، وبالتالي هذه المبادرة ترمي إلى إعادة الاعتبار للقراءة داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها في الفضاء المفتوح كما هو حالنا اليوم في هذه الورشة المنظمة في إطار احترام تام للبروتوكول الصحي وكذلك في الهواء الطلق، لأن القراءة في الهواء الطلق ليست هي القراءة في الأماكن المغلقة. أضفنا هذا الشكل لنحفز تلاميذتنا وتلاميذنا على القراءة. وشكرا. المدني قطني ابن الدار البيضاء، أستاذ علوم طبيعية سلك ثاني مدة 23 سنة، مدير سابق متقاعد حاليا، وما زلت أشتغل في حق التعليم الخصوصي، فاعل جمعوي، مشارك في فعاليات جمعية شعاع الأصيل ومسرور وأتشرف بذلك. دعيت مؤخرا إلى هذه المأدوبة، مأدوبة اقرأ كما يحلو لي أن أسميها، في هذا الفضاء الجميل. ضمت جملة من الأساتذة من عيار ثقيل، كان فيها موضوع عن فلسفة القراءة، أفادنا أستاذنا حمزة وكان موسوعيا في عرضه، وكانت مدخلات ديال شابات وشباب بل أطفال وطفلات، يعني شيء ممتع بكل المقاييس. هذه باكورة يعني غيكون بعد منها بكل تأكيد ثمار أخرى، وهذا كما قلت في مدونة في تدوينة عفوا قلت بأن أول الغيث قطرة ثم ينهمر. هذه كلها كما نشاهد بشائر أننا سوف نغوص في سفينة القراءة وسيكون الخيرات إن شاء الله في المستقبل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.